قامت ديان بدراسة ما قبل الجدوى لمشروع تخزين المياه الفائضة من عمليات التحلية في أحواض جوفية طبيعية واستردادها عند الحاجة. وأشارت الدراسة إلى أن 4 مواقع هي الأفضل في عملية التخزين والاسترداد، وهي الخوط وأبو كربة بمحافظة الظاهرة ورمال الشرقية وأدم، وهي تعتبر الأكبر على مستوى السلطنة وقابلة لتخزين أكثر من 100 مليون متر مكعب من المياه. وتستطيع إيفاء حاجة السلطنة من المياه عند الطوارئ لمدة تزيد على 200 يوم.